ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وخلونا نحتفل بالعيد ونحتفل بنجاح تلفزيون الحياة. ومعانا تورتتنا النهاردة، معانا التورتاية اللي بنحتفل بيها إن قناة الحياة رقم واحد في مصر. قناة الحياة رقم واحد في مصر، طبعاً في كتيبة من الناس بتشتغل في ورا الكاميرا الحياة. طبعاً ناس كتير ورا الكاميرا حضراتكم مش شايفينهم، ودول من أهم الناس اللي لازم تحتفل بتعبها ومجهودها معانا النهاردة. لو حضراتكم بتشوفونا أو بتشوفوا إن احنا ناجحين، فاحنا ناجحين عشان كل الناس اللي موجودة. بطلب منكم كلكم تيجوا، يلا ما ينفعش نحتفل، لازم نحتفل كلنا مع بعض، ما ينفعش نحتفل احنا لوحدنا. اهلا يا استاذ. اهلا، الف مبروك لينا كلنا. ازيك استاذ؟ اهلا، ازيك؟ هم دول بس اللي موجودين معانا النهارده في الاستوديو، احنا اكتر من كده كمان بكتير. احنا اضعاف 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 العدد اللي موجودين في حلقه العيد. طبعا عايزين نشكر كل زمايلنا اللي اشتغلوا رمضان، المسلسلات، كل نجومنا، البرامج كمان، كل زمايلنا كانوا شغالين طول رمضان. وبنبارك لكل النجوم اللي مسلسلاتها اتعرضت على تلفزيون الحياة، وكانت من أهم الأعمال اللي اتعرضت السنة دي في رمضان. العيد السنة دي فيه مفاجآت، وبعد العيد كمان فيه مفاجآت أكتر، لكن يلا بينا نقطع التورتة بقى. يلا يلا بينا بقى، عشان إيه، هي شكلها حلو كمان، وفي يلا بينا كلنا. يلا يلا اتفضلوا كلكم بقى نقطع التورتة مع بعض. مصرين طبعا. مين بيحب الفانيليا ومين بيحب الشوكولاته؟ طبعا هي كبيره هتكفينا كلنا، ما تقلقوش. اتفضلوا معانا الساده المشاهدين تورتايه قناه الحياه. كل سنه وحضراتكم طيبين، وبنشكركم جدا، ودايما الحياه رقم واحد بيكم وكل الكرو الجميل اللي معانا. شكرا ليك، وشكرا ليك يا شيرين. شكرا طبعا ليك يا نهاد، وشكر كبير جدا لكل مشاهدينا ولكل زمايلنا. كل سنه وحضراتكم بخير، وعيد سعيد، وتصبحوا على خير. تصبحوا على خير. باي باي.